نفى المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي الأنباء المتداولة بشأن وجود تهديدات من قبل عصابات داعش وعودتها إلى وادي حوران في الأنبار. وقال الخفاجي إن القوات الأمنية موجودة في الوادي وكذلك في مناطق جبال حمرين، وتنفيذ عمليات استباقية لملاحقة فلول داعش الإرهابي بناء على المعلومات الاستخبارية، وأنها أسرت عددا منهم وقتلت آخرين، مؤكدا أنه لا صحة لتهديد داعش أو عودتها.